لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة. العصفورة تقول إلى محافظ البنك المركزي الجديد، أنتم تراقبون منافذ بيع الدولار للمسافرين؟ ما تفعله بعض المنافذ هو عملية فساد واضحة بطرق متعددة. خلصنا دولار، قبط السيستم، جيب أوراقك وروح. هذا ما عدا البيع لعدد قليل من الناس والباقي ينضم للحواشي. هسه الآلية أو الإجراءات اللي اتخذناها للتخفيف هي صحيحة، ما عليها شائبة. تخفيف هاي تهم المواطن، حتى المواطن لا يروح يشتري من السوق السوداء من الجهات الحكومية وجاي ياخذ بسعر الرسمي. لكن المشكلة بالتطبيق اللي دا يصير هو كالآتي: كمنافذ بيع الدولار للمسافرين جاي يصير بيها تلاعب كبير جدا للأصدقاء، للمقربين، النفس هم العاملين بالمنافذ، ومن خلال أسماء وهمية بحجة مسافرين يوزعون الدولار. المنفذ إذا حصته 1000 مسافر ينطي 100 و900 بتجيب، اضرب 900 مليون وربع، لأن ال 5000 ربحها مليون وربع بس على هذا الموجود على 170 على هذا. يطلع الحساب عندنا تقريبا ما يقارب المليار و250 مليون دينار باليوم الواحد. كما أن هناك بعض الجهات وبعض المنافذ اللي تحاول إحراج الحكومة عن طريق اختزال الدولار وعدم بيعه لعدم استفادة المواطن من عنده، فضلا عن استمرارها بسحب الدولار من الأسواق وحوادث كثيرة حصلت خلال يومين. بعض الجهات هاي يا ريت يتم الرقابة، أوضعوا رقابة، ترى سهلة، كل السهلة المنافذ اللي فاتحي لها دولار حطوا عليها رقابة وشوفوا جاي فلوس جاي تروح للمواطن لو جاي تروح للجيب. بعض الجهات خلال هاي اليومين الماضية حاولت تشتري دولار من كل المنافذ حتى من أبو الصيرفة، يخابر ايش قد عندك دولار أنا أشتري بيش ما تريد على لسانك. الأزمة هاي اللي احنا جايين نعيشها راح نسوي أزمة جديدة إذا ما ضبطنا المنافذ. خلينا نسوي إصلاحات بدون متابعة ورقابة، ما راح تصير إصلاحات طبعا. خلوا رقابة على المنافذ وبعدها راح تمشي الأمور بشكل سليم، لأن اللي جاي يصير هو بداية لأزمة جديدة. حطوا رقابة وضبطوا الوضع قبل ما تروح الأمور إلى اتجاهات لا أنتوا ولا إحنا نقدر نسيطر عليها، حتى نبعد هذا الملف عن المضاربات اللي تعصف بقوة المواطن. وكنا نعرف قوة المواطن مثل الكبريت، ممكن يشعل الأوضاع بأي لحظة. لذلك احنا وياكم يا محافظ البنك، وياكم مو عليكم، بس خلوا رقابة، خلوا رقابة على المنافذ حتى لسه المضاربات. حياكم الله من جديد. خلونا نحكيها اليوم بصراحة. العملية السياسية مبنية على عدة أركان، بعضها أركان رئيسية فضلا عن وجود أركان ثانوية. أحد الأركان الرئيسية العملية السياسية هو التيار الصدري وزعيم السيد مقتدى الصدر. بانسحابه فقدنا ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي. بعد الفراغ الكبير اللي خلفه انسحاب الصدريين، بدأ البعض يدعو التيار إلى إنهاء اعتكافه أو اعتزاله، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة. راح يشارك التيار الصدري بالانتخابات؟ وإذا قبل بالمشاركة شنو هي شروطه؟ وهل لدى قوى السلطة الاستعداد لتقديم تنازلات يمكن أن ترضي التيار الصدري؟ إلى متى يبقى التيار معتكف؟ وهل يمكن للعملية السياسية أن تستمر في ظل استمرار الاعتكاف؟ من يقدر يأثر على التيار للعدول عن قراره؟ وقبل هذا كله، من يمتلك مفاتيح الوصول للحنانة للحديث مع السيد الصدر عن السياسة التي أعلن زعيم التيار مقاطعتها ومقاطعة رموزها؟ خلينا نفتح الموضوع اليوم وناقشه مع السيد فتاح الشيخ السياسي العراقي. رحب بك سيد فتاح، وكذلك السيد عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسيه، والسيد ربين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سينضم الينا بعد قليل. استاذ فتاح الحمد لله على السلامه. سلمك الله، جبناك من النجف. ها
والله حقيقة كان شوية طريق ازدحام، بس اليوم كنت أحرص على أنه نكون نلتقي مع جمهورنا من خلال برنامجك. يستاهل السيد؟ نعم يستاهل السيد. أبو هاشم تجي من النجف على متحضر اللقاء حتى تطري؟ والله أنا في البدء أشكرك على هذه الاستضافة. حياك الله. وتحية إلى الدكتور العزيز ضيفنا العزيز وجمهورنا الكريم. أقول في بداية الحديث، وهذا ما استنتجته حقيقة، أن كل من تخلى عن السيد مقتدى الصدر خسر. يعني هذا كلامي موجه لأطراف الإطار التنسيقي بالكامل وأطراف إدارة إنقاذ وطن الذي تحول فيما بعد إلى إدارة دولة، والآن أصبحوا يادوب لو يلحقون على الأيام الجاية لو لا. كلهم خاسرين؟ خسروا. نعم خسروا، يعني الأكراد والحلبوسي غير الإطار، الذين قد يكون الأكراد مضايقين يعني بصراحة واشتركوا في هذه الحكومة، لكن الحلبوسي ما حد أمام ما بدأ. الآن التفت الدائرة ومرة أخرى سيحرجون وسيحتاجون السيد مقتدى الصدر. لا، وأنا عندي تجارب مع من اللي يعوف تيار الصدر أو يعوف السيد مقتدى يخسر. إيه نعم. إيه أنت مثلا؟ أنا مثلا نعم. أنا لا 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 أكو فرق. أنا لا أفته هشام، حتى جمهورنا يكون واضح، أنا ما أفته. أفت مجموعة من السيئين أرادوا بالتأثير عليه في قرارات مو صحيحة. أنا بالعكس، السيد مقتدى تاج الرأس، هو والده، وبعدين أنا عندي تاريخ ويا والده. هل يا ترى أترك محمد صادق الصدر وسيد مقتدى الصدر على مجموعة امتيازات وأنا ليس من أصحاب امتيازات؟ نعم يشور. هسه عوف اللي يشور يشوري هسه يشور، أنا أقول لك متأكدين شارته ما خلت تصعد المجلس النواب. لا لا، هو الجمهور الحقيقي الذي يلتف حول سماحة السيد مقتدى الصدر، وهذا الجمهور ليس له لا ناقة ولا جمل مع السيد، لا مستفيد لا كذا، لا تعيينات، متضررين، سجناء، معتقلين. وحتى هذه اللحظة، أنا قبل ساعات كنت في الكوفة، وحتى هذه اللحظة الجمهور الصدري مع السيد مقتدى الصدر، إن قال موتوا يموتون وإن قال احيوا يحيوا. شنو الأجواء هناك ما دام أنت جاي من النجف؟ والله يعني انا مو اجواء، انما يعني جاي اشوفه. شوف صراحه شركيها جاي اشوفه تغريدات السيده وظهوره من جديد بتغريداتها، سواء كان على المستوى الديني او الانساني او حتى على المستوى الرياضي. تمام، منتخب ما منتخب كذا، مجرد ظهوره من جديد تمام يوحي بانه رساله انه عودته مثلا قريبه للعمل السياسي. للتاريخ. وهذه اقولها واتمنى ان تكون الترويسة لبرنامجنا، إن إذا لا سامح الله السيد مقتدى الصدر منح هؤلاء فرصة البقاء في الحكم بمثابة الأبرة الإنعاش اللي تمنح الفاسدين البقاء، وهذا لا يمكن. في برنامج سيد مقتدى الله يحفظه، مشروع الإصلاحي، إنه إذا دعم هؤلاء أي ما معناه أعطاهم إنعاش حتى لو يكون عاش مؤقتا، وهو يعمل على اجتثاثهم فعلا من العملية السياسية، يعني يرجع فاسد. راح يرجع. اي نعم، هو كلامه مشروط، احنا نعمل في انتخابات على ان لا يكون الفاسد معنا، مو معنا هو مزاجه الشخصي. هي العملية الإصلاحية التي يدعو لها سماحة السيد برنامج متكامل. لحظة، يعني البداية الأولى هي إزاحة الفاسدين، وراح يزيحهم سيد مقتدى، وبعدها يدخل انتخابات. تقصد الانتخابات القادمة؟ هو حتى بالانتخابات الماضية كان يعمل على هذا، ولهذا اختلفوا الإطاريين، مو على حساب الشيعة راحت كذا. هو دعا إلى محاسبة الفاسد، حرم السيد مقتدى الصدر. نعم، وأنا أفهمها يعني سيزيح ثم سيشترك بالعملية السياسية الجديدة. نعم، هنالك إيش قد عودت برأيك حسب معلوماتك؟ قلت لك حسب برنامج الإصلاح تحقق له ولو 20% بالإصلاح سيد مقتدى يحفظ. بعد 3 شهور حتى يكمل 6 شهور من عمر الحكومة مثلا، حسب الآراء اللي جاي نسمعها الآن، أنا أتوقع أنه سيكون إفطار شهر رمضان في هذا العام سيكون إفطارا شهيا بعودة التيار الصدى أو بعودة السيد. هسه بعد أنت ما أعرف وشو إفطار شهي؟ هو طبعا إفطار شهي، إفطار سياسي شهي. لا إفطار شهي وصيحة، شنو التلميحات هاي؟ لو أحكيها لو ما أحكيها هسه خلينا بعد سنة برجب. لا اسمعني، سيد مقتدى راح يرجع عملية سياسية بعد العيد؟ لا يشارك مع الفاسدين في عملية سياسية، إنما هنالك برنامج تعضيدي للعملية السياسية. يعني يرجح ببرنامج الإصلاح. نعم، برنامجه الإصلاحي الذي أصر وحقيقة جاهد وتبرع بمقاعد لهم.
لكن بالنتيجة الخطوات القادمة لسماحة السيد ستجعل كل من تخلى عن برنامج السيد مقتدى الصدر الإصلاحي سيجعل نفسه نادما ويتأفف. وأولهم الأخ الحلبس. عودة المنتقم هاي. ها؟ شلون؟ عودة المنتقم هاي. هي عودة حقيقة، هي عودة مرتقبة للشعب العراقي كله. يعني راح يكون الشعب العراقي راح يفطر إفطار شهي بعودة التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر. لأنه بالأمس كانت التظاهرات كما يقولون تظاهرات صدرية. الآن الشارع العراقي تعبأ من الداخل أن هنالك جمهور آخر غير التيار الصدري سيمعززا أو محتاج إلى مشروع سماحة السيد. بالأمس كنا نقول، أنا واحد من الناس كنت إذا أثقف أقول للجمهور الصدري لا، هذه المرة سنرى جمهورا وطنيا غير التيار الصدري، أكراد سنة، الآن عندنا لقاءات مع بعض شيوخ العشائر على مستوى الغربية. طيب. الآن أصبحوا بالإجماع كلهم رافضين إلى هؤلاء النماذج التي طرحت خلال 16 عاما، وهي عبارة عن مشاريع سياسية فاسدة تجبي لبعض الزعامات أموال وتترك الشعب العراقي يتضوع المر اللي هو حلو. باسم السنة وباسم الشيعة وباسم الكرد، وبالنتيجة يعني المشروع شامل كل زين. دكتور عبد الجبار، خلينا نتفق أنه ركن أساسي من أركان العملية السياسية ما موجود، انسحب انسحاب إرادته، ما عجب الوضع، المهم بالتالي انسحب. لكن يقول لك هذا أي ركن من أركان العملية السياسية إذا انسحب راح يأثر على العملية السياسية. ما شفنا تأثير، النظام مشى، العملية مشت عفوا، وكملت إجراءات تشكيل الحكومة، والحكومة كملت، وهسه جاي يقدمون برنامج، والبرنامج إصلاحي وإلى آخره. زين، بالنتيجة يعني غياب التيار الصدري هل أثر على أداء الحكومة؟ بعد التحلي جنابك والدكتور العزيز ومشاهدي قناتكم الموقرة، طبعا خلينا نتحدث عن مجموعة زعامات في البيت الشيعي تسيدت العمل السياسي من عام 2003 قبولا واعتراضا، قبولا ورفضا مثلا لوجود الأمريكي، قبولا ورفضا للدستور العراقي، قبولا ورفضا لمسارات العملية السياسية، وقبولا ورفضا في المشاركة في الحكومات المتعاقبة أم الانسحاب منها. حلو. لأسباب متعددة، جزء من هذا اللي سميته ركن، وهو ركن إلى جانب الزعامات الأخرى الموقرة. الكل يتذكر أول ما بدأ نهج المقاومة بدأ بالتوازي، خلينا نقول الجهد العراقي، وكان السيد مقتدى هو أول الزعماء الذين قاموا بعملية إيش المقاومة بشكل رسمي وعلي. لا بل حتى كان هناك واحدة من المشاكل التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة هي موضوع أنه كيف يستطيعون أن يوائموا ما بين جهد المقاومة وجهد بناء حكومة وبناء دولة إلى آخره. ثانيا، هذا الجهد المقاوم حينما انصرفت الزعامات لبناء دولة وبناء حكومات عراقية متعاقبة بين هلالين احتاروا في كيفية التعامل مع السيد مقتدى الصدر. زين. وعملية الحيرة يعني كانت تنبئ أو تحلل لنا أنه هذه الزعامات هي بالدرجة الأساس التي لم تؤيد السيد مقتدى في وقت سابق في 2004 5 6 وكانت لربما متحفظه بعضها او ممتعظه او مستاءة او رافضه او متوافقه معه، هي ليست على قدر عالي من الايش نسميها من الموثوقيه التي تبني دوله مع زعماء اخرين. واضرب لك مثال، الراحل احمد الشلبي، واتحدث بموضوعيه ما لي علاقه بالرجل وهو قد توفى، في يوم ما طرح اسمه ان يصبح وزير داخليه. اي من الذي رفض تبوء منصب وزير الداخلية؟ لا السنة ولا الأكراد، البيت الشيعي ولا الذي رفض. صحيح. مع العلم أن أحمد الشلبي هو من المؤسسين في حركة المعارضة أصلا، مو فقط نتحدث عن مسارات العملية السياسية. السيد مقتدى في رأي المتواضع كان انسحابا، انسحابه هو 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 ممارسة لجوهر السياسة، ممارسة لممارسة للاعتكاف، الاعتكاف أو الانسحاب عن السياسة في وقت هو قرى الخارطة الإقليمية والمحلية ووجود ضواغط إقليمية واجتماعية ولربما حتى نفسية أوجدت مبدأ اللي هو الانسحاب، لكن ما من دلالة في نسق المفاهيم له، ولم يتحدث قال اعتزلت أو انسحبت كليا، على اعتبار أنه حتى اللي المواعظ اللي نشوفها بالتويتر أخلاقية ترى هي هو ممارسة لعمل سياسي، ممارسة لعمل سياسي من نوع آخر، لأن احنا خلينا نتفق. نعم. هو العمل السياسي هي حالة مجتمعية، ونتحدث عن نسق ديني. لا، جاي يقول هي حالة مجتمعية العمل السياسي. نعم. يعني مو السياسة هي لا بالعكس،
الحاله المجتمعيه معاملات وقوه الحاله المجتمعيه جزء من عدم السياسه. التركيز على التويترات المتفاوته المتعدده ها هو يدرك ايضا الخارطه الاجتماعيه البصريه الذهنيه للمواطن العراقي لربما ينسى، فدائما كل اسبوع او اسبوعين لابد ان تكون هناك فالتغريده حتى يبقى موجود البصمه. يعني انت اللي تقراها تغريداته هي المود يبقى بالجو، هو يبقى بالجو، وثانيا حتى ينبه الاخرين. واعود اقول انسحابه هو ممارسه للعمل السياسي باعتبار انه السياسه عفنا من فن الممكن، السياسه قابليات وقدرات. انا اللي دا اشوف الان المحيط الاقليمي واحاطه بلاس خارت واللي دا يحصل سعر صرف الدولار وطبيعه ائتلاف بين هلالين اداره الدوله، انا يميز بين اداره الحكومه واداره الدوله وموضوع الرواتب مع اقليم كردستان، هذه كلها مشاكل جوهريه في اداره البيت الشيعي للسلطه والدوله والحكومه في العراق. وحتى لو كان موجود حتى اذا كان موجود سيد مقتدر، اقول بصراحه اداره الدوله احتاجوا الاكراد والسنه مثلا حتى يضفون شرعيه دوليه على وجودهم. باعتبار بغيابهما ما عاد بامكان نتحدث عن شرعيه سلطه قويه، اتحدث بالمعنى الدولي والاقليمي مو فقط بالمعنى المحلي. الان وقد شارك لكن الشركاء حلفاء يواجهون بمشاكل قد تكون هي قضائية قانون صحيح، ولكن كيف تتحدث عن إدارة الدولة وأنت ما زلت تعمل في إدارة الحكومة؟ وفي إدارة الحكومة لا يوجد قرار مركزي واحد يدير الحكومة والدولة، بمعنى أنا أميز بين القرار الرسمي للسيد السوداني وهو شخص محترم وبين الضواغط. بالمحصلة أنا أتوقع ما يلي في إطار التحليل، طالما أن أزمة الدولار حسب أصحاب الاختصاص الموضوعين الموضوعين مو يعني المطبلين او اللي عندهم مصالح شخصيه هنا وهناك، تستمر الازمه من شهرين الى ثلاثه اشهر مطوله. وانا اقول بثلاثه اشهر سوف لن تمضي الا وتجد السيد مقتدى يعود الى السياسه وبمركز قوه هنا على اداره الدوله، الى السياسه او الى الشارع، الى السياسه والى الشارع والى المجتمع وبقوه مع الفارق. من يتكلم بها دكتور عبد الجبار جاي يقول لك سياسه باعتباره حاله مجتمعيه مع الفارق، حاله مجتمعيه على الحكومه مو ما يعد الحكومه مع الفارق. نعم علينا ان ننتظر شنو قانون الانتخابات اللي يردوه اداره الدوله في مجالس المحافظات، ترى هذا عليه مشاكل جوهريه. لا مشاكل خلافات على الدائره، فهو سيعود من بوابه اجتماعيه اللي هي قوت المواطنين. يعني تتفق مع من ذكره سيد ما يجوز ما اعرف، بس انا حاسب 3 اشهر. ليش 3 اشهر؟ اي 3 اشهر رمضان. ليش 3 اشهر؟ ليش 3 اشهر؟ لان السيد السوداني نطق قال انا 3 اشهر اسوي تغييرات خلص، 3 اشهر اخرى فاني حاسب 6 اشهر. بعد 6 اشهر في رايي المتواضع اداره الدوله بهذه الطريقه، لا اتحدث عن تبليغ الشارع وهو جهد موقر ومحترم، بعض الوزراء مثل وزير الصحه ولا يهون الاخرين ايضا يؤدي عمل وطني وشريف ولا يعني ماكو مزايدات، لكن انت في اداره الدوله نتحدث عن اداره الدوله اول طرف لازم تدعوه حتى وان رفض لاكثر من مره في خطابات في منتظم سياسي في اجتماعات، لا بتخلي فد كرسي فارغ قول هذا عمي كرسي يعود للسيد مقتدى، متى ما عاد فهو معزز مكرم. اداره الدوله يعملون بطريقه انه لا اقول مغانمه، كانما هي فرصه ذهبيه سوف لن تتكرر. حتى على مستوى رئيس الحكومه المتمثله بالسوداني. نعم. صار رجل يقول لك انا هسه بدي اشتغل ما اقدر اشتغل. لن اكو ضغوطات عليه. وسوف لن يستطيع. سوف لن يستطيع. لديه النيات، انت اذا ما يكون توافق بين القابليات والقدرات، ما بين الرؤيه والوسائل. اذا اكو توافق فالدوله تنجح. انت جاي اشوفها. ماكو توافق، كل اثنين يتمنى تنجح الدوله ويصير استقرار، لكن انا مقياسي الاول والثاني طريقه التعامل مع اقليم كردستان ومع مع مع ما يسمى قرارات الحكومه السابقه، وبالمناسبه الحكومه السابقه لم اكن لها مدعوا لا مباشر ولا غير مباشر. زين. لكن طريقه ان تضع الهدف الاول في البرنامج او المنهاج الحكومي التعامل مع قرارات الحكومه السابقه، اذا انت الان مطلوب منك ان تعالج تلك القرارات برؤيه مستقبليه. زين. بمعنى اخر يعني المشكله هي ليست سهله. حلو. وليس فقط مع اشاره الاخيره. اللي يعوق التغيير في العراق هو التريجر. اي القدحه الجداحه. السيد مقتدى توجهه قدراته اتحدث عن صبغه سياسيه للتغيير. أي. وليس عن نوازع شخصيه له. هو يمثل قداحه التغيير. التشرينيون او غيرهم متحفظا عليهم يقبلوهم يرفضوهم، انا اتحدث في اطار التغيير الاجتماعي. التشرينيون لن يستطيعوا احداث التغيير من دون التريجر.
والسيد مقتدى رغم جماهيريته وقوته وكذا، ولكن ايضا حتى يكون هناك بعد اجتماعي للتدخل لابد ان يكون هناك تحالف او تخادم او شو نسميه تحالف ما بين كل زين. سيد فتاح يمكن هذا خلينا نسال على دعوه بعض الجهات السياسيه اللي جاءت تدعو التيار الصدر او السيد مقتدى الصدر الى انهاء اعتكافه او اعتزاله. بالنتيجه سيد مقتدى جاي يطلع على الاخبار السياسيه، جاي يشوف الاوضاع السياسيه، طلع على الاداء الحكومي، جاي يسمع الدعوات، لو هو فعلا ما له علاقه لا بالسياسه ما يسمعنا او لا فعلا عايف كل شيء. لا هو مطلع جيد ومتابع الان لحلقتك وحديثك وحديثي وكل ما يحدث في الشارع العراقي بدءا من ساحه الرياضه الى ساحه العمل السياسي. زين. وهذا موهوم كما قال في احد لقاءاته، انا اعرف كل صغيره وكبيره عن ابناء التيار الصدري. حلو. وليس عني، ايش قدهم وعدتهم؟ يعرف القيادات ويعرف منو انحرف، منو مشى، منو غلط، منو كذا. بالنتيجه السيد هو بمثابه قطب الرحى في العراق، سواء كانوا على مستوى العمليه السياسيه سنيه شيعيه غير ذلك، وحتى الدعوات الاخيره التي جاءت بها بعض الكتل يعني هي بمجرد دعوات، لكن هنا يجب أن نفرق ما بين أن تدعو إلى رجل مصلح وهو قبل سنة قال لكم أنا مصلح وموجود وراح أشكل حكومة وأنا أتحملها وأنت كنت تتفرج، الآن تدعي أنه الإطار فشل ولا يمكن أن يستمر الإطار بهذه الطريقة ما لم يكن هنالك معزز. أنا أقول بتواضع أن الذي يدعو السيد مقتدى الصدر في مثل هذه الأيام إلى العودة إلى العمل السياسي أي يريد أن يقول احنا متورطين خلينا نورطه ويانا، هاي نقطه خلفها نعم احنا رايحين خلي يروح ويانا. مفهوم سماحه السيد اطال الله في عمره ويبدا ببرنامج انه الاوراق السياسيه التي فشلت او احترقت الى الجحيم. ايش عام رجعنا على نفس الطاس؟ لا لا نرجع الى رجعنا على نفس النقطه بلا شك. عنده شو اسوي البرنامج الجديد؟ برنامج اصلاحي صدري وطني عراقي ما راح يكون حاله يعني احنا خلي استاذ فتاح ما سوينا شيء. ليش ما سوينا شيء؟ هسه هو شنو شنو سبب الانسحاب اصلا؟ سبب الانسحاب اي بالتالي اكو جهات ما رادها تشترك وياه، عنده جهات تريد يشترك، هسه الجهات لم تتمكن مستقبلا ان تقف امام السيد مقتدى الصدر ثانيه واحده لسبب الحكومه المشكله الان حكومه اطار دلوقتي. والدولار جاء بمثابة السيف الذي سيقطع رأس موجود السيد. هسه جاء الدولار يرجع ما يرجع الدولار؟ لا شو العلاقة الدولار بالسيد وياك أنا؟ يعني أريد أتكلم لك عن ما سيحدث مستقبلا قاعدة شلون راح تتهيئ بها طريقة، مرة بقرار اقتصادي وهو الدولار نزل، ومرة بقرار سياسي الحكومة العراقية تتأثر بحكومات أخرى تتحمل ما يجري على تلك الحكومات اقتصاديا وسياسيا ومن عقوبات نزل. وبالنتيجة العراق كشعب يتبرأ من هذا الموقف لكنهم متمسكين. أنا أقول بتواضع الإطار الدولار سينهي حكومة الإطار فضلا عن أنه التيار له برنامج، لكن هذه المرة لا يفرح البعض يقولون ها سيد مقتدى حط إيده بيد فلان ويريد شلون ينهي المنظومة الشيعية. لا احنا ناخذ نميز عن في ادائنا انه المنظومه الشيعيه غير مسؤوله عن اخطائكم انتم. هي مو بس حكومه الاطار، لما انت جاي تقول الدولار سينهي حكومه الاطار. نعم. هذا اداره الدوله كلها اشتركت كلها اشتركت. اي نعم بس التيار سياتي بجديد. هنا شنو الجديد راح يجي بيه؟ اكيد اوراق اعطيني ورقه من اوراق التيار الصدري ما لعبها من شكلت لا اسمع من صارت الانتخابات نعم لحد يوم انسحابه. اكو ورقه ما استخدمها. اكو ورقه تني. حتى هذه اللحظه اردنا ان نعمل بها اكثر من مره بالدورات السابقه، كان الاطار يحاول بين الائتلاف العراقي الموحد، الاطار، دوله القانون، شو تسميه سميه، هاي المسميات المتعدده التي جمعت اطياف البيت الشيعي وتطرح نفسها لم تعطي فرصه ولن تعطي فرصه لا للسيد مقتدى الصدر بل لا حتى السوداني الان اللي مثل ما تفضل الدكتور ما راح يعطوه فرصه لتمثيل على الأقل السياسي الشيعي في الحكم. يعني السوداني مستقبلا سيدفع ضريبة الإطار أوكي سيدفع وحال حال عادل عبد المهدي حاطة قالت وسيرفضه الجمهور. سمعت بلاسخار ايش قالت؟ نعم بلاسخار قالت أسرع عقد بس من عندك حكومة السوداني تنفذ سياسة انفتاح وتوازن في علاقاتها الخارجية. نعم
وشجع وادعم الحكومة العراقية، شخصنا تقدما ملحوظا لعمل الحكومة الحالية في مجال الكعب. الأمم المتحدة جاي تدعم، ممثلة الأمين العام جاي تدعم هاي الحكومة. نعم اكو جماعة دول عاد دعمها، بس هي ما جاي تتحدث عن ما يحدث في الوضع الاقتصادي العراقي زين. وما جاي تتحدث انه من جاي يطلع الدولار على الحدود العراقية الآن بطريقة سيارات والتريلات. خلي تكون مؤتمنة، أنا أتحفظ عن أدائها في لأنه غير مؤتمنة في بعض المواقف. لين خالفتكم؟ نعم. لين خالفتكم؟ شنو خالفتنا؟ لين خالفت توجهاتها؟ هسه لو هي لو قايلة لو جايبة طار السيد وقالت أنا أدعو للعودة، خلت العودة كان قلت والله عمي هاي هاي لاصخار لاصخار تحنا هاي خالتنا وعمتنا. لا لا مو خالتنا ولا عمتنا، خو بالعكس هي دعمتهم الآن بالأمس ما رفضوها، طلعوها بصورة وحشة، حطوا لها كاريكاتير بجسر الجمهورية واعتبروها هي والكاظم عبارة عن صهينة وكذا. احنا ما عندنا أي مشكلة لا مع بلاصخارت ولا غيرها، عندنا مشكلة اسمها العراق. يجب أن الشعب العراقي يقرر حكومته بنفسه دون تدخلات خارجية لا عقائدية ولا سياسية ولا دول جوار. الحكومة ما لك تدخل خارجي. النقطة الثانية ثروة العراق، خل تسمع بلاصخارت، ثروة العراق يتمتع بها الشعب العراقي، وليس بالضرورة أن تتمتعين بها أنت أو دول جوار العراق أو دول المنطقة أو الولايات المتحدة الأمريكية. مزل. إحنا ليش نجوع شعبنا ومعايشين الشعب العراقي ب 3% و 97%؟ الشعب ما يعرف وين راحت. بموافقة وإرادة سياسيين منذ 2003 حتى الآن. النفط العراقي الآن تنتعش به الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول الخليج ودول عربية، والشعب يتضوع المر. هذه أستاذ هشام هذه ليس لها علاقة أنه والله بلاس خارت مدحتني، حتى لو تمدحني وتمدح سماحة السيد. إذا سماحة السيد عنده مشروع أصلاح، ما أقول لك أنا إحنا جاي نقيسها، أقول لك لو قيسها توازنات دولية وتفاعلات دولية إيه، بس لو نقيسها هاي كيف تسولف والله يعني. هي كيف الدليل على ذلك هسه شلون تدعمهم؟ مين المثلة هي شلون المتحدة هي شلون جاي تحيط العالم كله بهاي الإحاطة؟ ما يخالف هنا دعمتهم، بس قبل فترة الإحاطة مالتها التي قالت أن الشعب العراقي يريد أن يقرر بنفسه وهذه الحكومة عاجزة، وأشارت بالإسم عن ناس مطلوبين للقضاء لتورطهم بملفات خارجية في عفو الله عما صرف. شلون عفو الله عما صرف؟ شنو عفو؟ ليش ما عفو على قاسم سليماني؟ ليش ما عفو على غيره؟ بالنتيجة أنا حرجع لك للسؤال نفسه اللي طيني هي ورقة أو طيني ورقة جديدة يقدر لعب بها التيار بعد ما روح السيد ربيع. نحن فكر بها. لا يمتلك التيار ورقة جديدة. لا تطيني يمتلك، ولا نريد أن ندلي بالذلون الآن. خلي أروح السيد ربيع وارجع لك. أسرح بيك سيد ربيع، علاقة الكرد بالسيد الصدر حسب ما معروف هي علاقة جيدة، وما نسميها فاترة، لا علاقة جيدة، بدليل أنه زيارات متكررة، اتصالات ما بين السيد مسعود برزاني والسيد مقتدى، يعني أكو تواصل على المستوى القديم اللي إحنا نعرفه، ما ندري بعد الاعتكاف أكو تواصل أو لا ما ندري. أرد أسألك، هل ممكن أن تكون هناك وساطة كردية لعدول التيار الصدر أو السيد مقتدى الصدر للعدول عن قراره بالاعتكاف أو الاعتزال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لجناب الأستاذ هاشم ولضيفك الكريمين وكافة المشاهدين. المكون الكردي خصوصا السيد رئيس مسعود البرزاني قدم مبادرات منذ ظهور هذا النزاع لإنشاء الكابينة الوزارية الأخيرة في العراق. ففي الأيام الأخيرة لشهر أول الماضي أبعث بسيد نشيبان برزاني ومعه وفد من الإخوان من الكون السني إلى الحنانة، وحاول بأن يرجع أو يقوم السماحة سيد الصدر بالانخراط مرة أخرى في العملية السياسية، وهذا قبل الانسحاب من قبل 73 نائب من الكتلة الصدرية. وهذا يأتي بمعنى إذا رجع سماحة سيد الصدر فيعتبر تصحيحا للحالة المغلوطة للعملية السياسية في العراق جزء منه، لأنه مشاركة نسبة الناخبين أضعف مشاركة كانت الانتخابات الماضية، ووصلت إلى 41%، وثلث هذا العدد المتمثلة ب 73 مقعد برلماني لسماحة السيد الصدر من أصل 329 مقعد برلماني، يعني ثلث تقريبا ثلث المقاعد البرلمانية، يعني ثلث من مشاركة 41%. هذه الحكومة الموجودة إذا أيده جميع البرلمانيين يعني معه إرادة
20% اقل. يعني بالنتيجه اكو وساطات حصلت بنهايه هذا الشهر الماضي. نعم. ووفد كردي اجى لا بنهايه شهر الواحد الماضي للحنانه تم ارسال الشهر الماضي اجى وفد هذا كانت وايضا كان هناك بصورة علنية في مؤتمرات السيد رئيس الإقليم أعلن بأنه يعني مصالحة مع سماحة السيد الصدر أمر ضروري لكي يكون سفينة تسري على البر. حلو. أنا أسألك أنت طرف بالبيت الشيعي، لكن أنتوا كطرف كردي جربتوا وجود التيار الصدري بالعملية السياسية وجربتوا عدم وجوده بالعملية السياسية، أيهما أفضل، وجوده أم عدم وجوده؟ لا هذا ولا ذاك، لأنه المكون الكردي تضرر في الحالتين، عدم وجود سماحة سيد الصدر في العملية السياسية. شهدنا هذه القرارات التي يصدر وننتظر، لحد الآن نحن في حالة ترقب لما قد يحصل، خصوصا بعد إصدار هذا القرار من المحكمة الاتحادية في الأيام الأخيرة بقطع زين في ظل وجوده أوكي ميزانية مال في ظل وجوده لم يكن مستقرا يعني الوضع السياسي في العراق، ولم نشهد قرارات يؤثر مباشرة على إقليم كردستان بشكل مباشر. يعني ما هسه تدري ايش فهمت وجوده وعدم وجوده ما راح يأثر. لا وجوده إذا يرجع نحن لو وجوده افضل لو عدم وجوده افضل وجوده افضل. طرحت لجنابك بانه السيد رئيس الاقليم في عده مرات ومناسبات علنا يقول بانه يجب مصالحه سماحه السيد الصدر وضروري جدا وجوده في العمليه السياسيه، لانه اصلا نسبه الناخبين قليله كانت 41% ونصف شاركوا، بعدين بعد اسبوع بين مفوضي العام المستقل للانتخابات في العراق يعني في 17/10/2021 بين بأنه هناك 44% من المشاركين، فهذا ثلث هذه النسبة المتمثلة في 73 مقعد برلماني من إرادة الشعب العراقي انسحب من العملية السياسية، فالمهزوزة أصلا الذي لم يشارك فيها نسبة عالية من الناخبين، فهذا طبعا رجوعه إلى العملية السياسية ضرورة ملحة جدا، وأصلا انسحابه إنهم أدرى بأمورهم. يوم سيد ريبين يعني هسه احنا وفق النسبة الضئيلة بالمشاركة بالانتخابات، إذا نقول 20% شاركوا بذيك الانتخابات وياهم التيار الصدري، إذا التيار قاطع الانتخابات قد راح يصير مشاركة 10%؟ هو هيك بقيت يعني هذه الإرادة اللي وراء هذه حكومة لا تتجاوز 15% من إرادة الشعب العراقي إذا جميع النواب صوتوا بناء على والتيار مشارك أعمالي. إذا ما مشارك قيس سبعة إذا لا ما تخرب الأرقام علينا 41% شاركوا في الانتخابات الأخيرة ثلث هذه النسبة تقريبا 44.5 وصلت في بعد هذه الزيادة الطفيفة 44.5 بموجب تقرير رسمي من المفوضية العامة المستقلة للانتخابات. أنت قلت مقتنع الشاركة بالانتخابات 44 هواي يا عمي سفينة نضحك على روحنا والله هيك مفوضية نضحك على روحنا ما شفنا المراكز الانتخابية مثلا شنو خلينا نقول مثلا 20% 21% ثلثة إذا انسحب اللي هو أخوان في التيار الصدري يعني لم يبقى يعني 13% 15% هيك شيء 13% شنو ما تصير ذكي بالرياضيات زين 13-14 خلينا نجي على التفاصيل يمكن المهمه اللي صارت بالايام الماضيه ما يخص قرار المحكمه الاتحاديه. يعني البعض ذهب باتجاه انه هذه الازمه ستفكك يعني تحالف اداره الدوله، والبعض راح بحسب المعلومات اللي وصلتني بانه السيد السوداني ابدى نوايا طيبه تجاه يعني الاقليم، وحتى بعد قرار المحكمه الاتحاديه ابعث رسائل اطمئنان بانه ما يخص الرواتب والميزانيه والى اخره. بالنسبه لوعودات الذي وعدها هذا الائتلاف اداره الدوله، طبعا هذا يشبه قانون اداره الدوله المؤقته في زمن سيد البريمر كتسميات انها ليست تكرارا عشوائيا، يعني انها
عبارة عن مرحلة انتقالية ومهمة بالنسبة لي. هاي تسمية مقصودة لو اجت عفوية؟ يعني قانون إدارة الدولة، ائتلاف إدارة الدولة. لا، من لم يلفت نظر أحد يلفت نظر، لأنه يعني هذا دولة، الدولة العراقية الآن في محك. إذا نجح هذه الحكومة سوف يستمر كدولة وليس إدارة. التفاتة مهمة أستاذ ريبين، ما قانون إدارة الدولة جداً. شوف خل أذكرك بيها، أذكرك بيها قانون إدارة الدولة كان السيد صدر مقاطع وكانت محاصصة سنة شيعة كراد. لا ماكو شيعة، نعم. ماكو سنة، لا لا اكو جزء من المشترك. لا اكو سنة، اكو سنة مشتركة. لا لا للتاريخ اكراد وشيعة فقط. ايوه اكو جزء. شنو السنة منه مثلا؟ يعني هسه ما اقول لك باتشي ما ينحسب، محسن عبد الحميد ما ينحسب، شو قضية؟ مو جمهور سني هسه، ما له علاقة بالجمهور، مو مشاركين. غازل ياور منين؟ غازل ياور منين؟ هذه أجندة أمريكية، قبيلة عربية، شنو قضية عمي؟ مو هيك أنت سويتها. خلينا نرجع على الرباط، طيب ضيعت الرباط. فسيد ريبين يعني بالنتيجة قانون إدارة الدولة، سيد صدر كان مقاطع. نعم. وسنة نعم. وشيعة وأكراد محاصصة. تحالف إدارة الدولة. سيد صدر مقاطع، سنة شيعة كراد المحاصصة. شنو التاريخ يعيد نفسه؟ شفت لو سيناريو هو مرسوم. إنها مقارنة جميلة جدا، يعني تكملة للمقارنة. لا وسيناريو مرسوم لو هي هيك صدفة. ما بالسياسة ماكو صدفة والله، ما أدري يعني. والله صدفة يصير مثلا. صدفة بالحب تصير. تعرف لك على وحدة تصير بس ما تصير بالسياسة. بالصيد يصير صح. مو صح، بالصيد يصير صدفة بس ما تصير بالسياسة. صحيح صحيح، هو بالسياسة يصير التجارب، يعني هو في قانون يقوم بتمشية عجلة التاريخ. زين زين، هسه احنا جاي نتحدث سيد ريبين، جاي نتحدث بصورة شاملة عن عودة التيار الصدري وبعض القوى اللي جاي تدعو لعودة التيار الصدري. سألت السؤال لسيد فتاح، هو قريب على التيار الصدري، لكن أسألك أنت يعني كمتحالف سابق مع التيار الصدري. تيار صدر بأي طريقة يعود؟ نعم. من يا باب، باب الاحتجاجات استخدم هاي الورقة، باب النزاع استخدم هذه الورقة، باب الصراع استخدم هاي الورقة، باب الجمعة استخدم هاي الورقة، يعني من نرد عددهن كل الأوراق استنفذها. أكو ورقة خافية علينا ما مستخدمها تيار صدر؟ الانتخابات المبكرة القادمة بنظري، بوجهة نظري المتواضعة، الانتخابات المبكرة الذي سوف يجب أن يتم والذي تم تطوقتها ولم يتحدث عنها أحد في برنامج العمل لسيد السوداني، لا توجد ثقوفات زمنية تتجاوز سنة سنة ونص، يعني المفروض يكون هكذا. ولكن الآن توجهات الأخوان في إدارة الدولة، ائتلاف إدارة الدولة، يعني طبطبوا عليها ولم يلقوا الضوء عليها. ولكن وانت ليش جاي تختزلها فقط بشخصيات جزء من عندها؟ صحيح. اي شنو بالشغله الزينه انا احط روحي والشغله المو زينه برا؟ ما يصير، انت جزء من عندها. لا لا، احنا جزء من كل التعهدات اللي هم وعدوا. أيه؟ جزء منها الكبيره جدا، عدم تصعيد ضد اقليم كردستان لحين اصدار قانون النفط والغاز خلال 6 أشهر. انا تريد الصراحه، تريد الصراحه، اسال المحكمه الاتحاديه شو العلاقه باتفاقاتكم السياسيه بصراحه؟ اشر على تاريخ تثبت لجنابك الكريم مثل اسم قانون ائتلاف الدوله المؤقته، في 25/1 صدر هذا القرار للمحكمه الاتحاديه. زين، اذا ترجع للوراء ذاكره جنابك الفولاذيه اللي نتابع كلها حقائق، في 25/1 ايضا نفس هذه المحكمه علق اعمال المحكمه الاتحاديه السلطه التشريعيه في 25/1 ايضا. هذه السقوفات الزمنيه المكرره عندما تلاحظ اي متابع سياسي. طيب، سوف يبين بانه هذا اجنده خارجيه يقوم بتنفيذها. لان لماذا انا من اردت اشوفها قيسها محكمه اتحاديه ما قاعده وياكم بالاتفاق السياسي بيناتكم، انتم اتفقتوا ككتل شيعيه وسنيه وكرديه، انت تيجي تحشر المحكمه الاتحاديه وبكيفك تفصل مقاسات الدولة. احنا ما يصير بهالطريقة. لو اجيبها قاعد المحكمة الاتحادية وياي اقول عم تردد جزء من الاتفاق، لو ما اعترض صراحة. بالضبط، هذه المحكمة الاتحادية وضعوها لي كخط رجعة في الجبهة الورائية، يعني عندما لم ينجحوا في مسائل سياسية او لم يتسنى لبعض الاطراف السياسية
مسيطرين هم على هذه المحكمة. هذا تدري قبل شوية سألت السيد فتاح على موضوع بلاسخارت، قلت له لو ما تحى التيار كان قلت مدح التيار صدر. هسه نفس الحالة، من فوزتكم بالانتخابات من كان الإطار معترض على النتائج قلتوا هاي محكمة عادلة ومنصفة، ولكن من اعترضت على هذا قلتوا هاي دولية كانت. كان هناك مراقبة دولية ومراقبة الأمم المتحدة وهذه الانتخابات. لا بالنتيجة هي من حازت مع العلم العامري الديمقراطي الكردستاني على اسماء قاعدين من الديمقراطي الكردستاني أصلا تم يعني هكذا عيني عينك إنقاصها في مقعد في أربيل ومقعد في موصل. قبل ما أروح السيد عبد الجبار في بغداد وانقصت هسه مقاعد الديمقراطي الكردستاني منقص منه مقعدين، ورفعنا شكوى رسميه ضد نتائج هذه الانتخابات. ما كان عندنا ملاحظاته، وهذا دليل قاطع على هذه الملاحظات. كل زين، انا تعرف دائما ما اخذ من وقتك هواي، احب مشاركاتك ومداخلاتك بالهذا. بسؤال اخير يعني بخدمتك. الله يسلمك. بسؤال اخير يعني قبل ما اختم وياك، انا اريد استفهم يعني هسه بالنتيجه عوده التيار الصدري او عوده السيد مقتدى الصدر ممكن يرجع لكم حقوقكم؟ نعم، ليس فقط الحقوق الكردية، حقوق جميع العراقيين. من الممكن أن يكون بمشاركة ثلث من إرادة الشعب العراقي المنظم الموجه العقائدي الذي يستجيب لسماحة سيد الصدر. وانت راح تخليني أسألك يعني عودة حقوقكم مرهونة بعودة السيد الصدر؟ عودة حقوقنا مرهونة بعودة سيد الصدر بالشكل المطلوب وتنفيذ الدستور. يعني إذا كان تنفيذ الدستور من أولويات سيد الصدر فحقوقنا سوف يرجع إلى الشعب الكردي. نحن لا نطلب أي مطالب تتجاوز السقف الدستوري. أنا أشكرك شكر جزيل سيد ربيع السلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني على المداخلة، شكرا جزيلك. أرجع لك دكتور عبد الجبار، هي نفس السؤال اللي جاي هسه ضيوفي، وبصراحه ما اخذت اجابه شافيه لا مع من سيد ريبين ولا من سيد فتح، ما مرجع سيد فتح. اريد اسال عن اوراق التيار الصدري اللي ممكن يلعب بها المرحله القادمه، يعني الا بحاله واحده الا هي اعاده تدوير الاوراق من جديد وينزل لنا لو باحتجاجات لو ما غيرها. يعني هي القابليات اللي يتمتع بها التيار تجاه القابليات اللي يتمتع بها الاطار والاخرون، هي كلها محكومه في وسط اقليمي ودولي. مزن. حتى فيما يتعلق الإحاطة، حتى يصير جوابي في الإحاطة. السيدة بلاسخارت نعم هي مدحت وهي صادقة في ذلك، لكن في نفس الوقت تحدثت عن منظومة الفساد. ومنظومة الفساد حينما تحدث عن منظومة هي أقوى حتى من مصطلح الظاهرة السيستماتيك، هذا الكوربشن، هذا من الصعوبة في مكان مع هذه الإدارة الموجودة في الحكم الآن أن تفكك هذه المنظومة مع وجود النوايا الصادقة، حسن النوايا، الآليات، وجنابك جبت مثال المعالجة تتعلق بالمنافذ كيف تم يعني تحريفها. إذن الورقة التي سيطرحها هي طبعا ما راح تختلف، أنا أقول سيف لن يكون إقصاء لآخرين، ولكن اشتراطات اللي ذكرها في 10/10 أو قبلها وبعدها صعبة. من أشوف سيد مقتدى يطلع بورقة ويقول أنا أرجع العملية السياسية لكن بشرط، ما لح يقول لا مو بهالطريقة، لا مو بهالطريقة، لكن رؤيته للمستقبل لما بعد عودته أكيد ستكون هناك بعض السلبيات اللي يتجاوزوها. إذن هو عودته من يا باب؟ عودته من باب الاحتجاجات، ولكن ربما قد يعطل الاحتجاجات إذا كان هناك يقين من أن قانون انتخابات نتحدث عن مجالس محافظات، لاحظ الإطار في البرنامج الحكومي الأصلي لا وجود لانتخابات مجالس محافظات. طيب. رسميا لا انتخاباتي. بس عامة. طيب. الآن الإطار يدرك أنه الفرصة سانحة له إذا قدر يغير قانون، وهو ليس سهل أن يتغير بالمناسبة. أكو تحفظاتها. مو يعني من يشعر بأنه منتصر أن يوزع الأصوات والدوائر ما تنجح هاي مع وجود الآن رقيب دولي. ووجود رقباء اخرين لا تحدث عن مجتمع مدني. فمنظومه الفساد اللي سوف تستمر، يعني المجتمع الدولي لا يسمح بتفصيل قانون الانتخابات الجديد على مقاس الكتل الموجوده حاليا، لا يسمح بان يكون قانون انتخابات هو يخدم مكون على حساب مكونات اخرى او كتله ضمن المكون
على حساب كتل. إذا نتحدث ونتذكر المشاهد الكريم شلون سمح كل سمح بقانون الانتخابات السابق اللي اللي كان هو تسوية والمجتمع الدولي الدعم اللي نتحدث عنه وهو دعم الآن مفتوح سوف لن يكون دعما نهائيا هو دعما تكتيكيا لأولا يتعلق بالتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية لعام 22-23 هو ضرورة إدماج العراق في المحيط العربي وإدماجه عن طريق الكهرباء إلى آخره هذا الإدماج خلينا نتحدث الآن انتقلنا من المحيط المحلي الدولي. إلى الإقليمي والدولي مو كل الدول الإقليمية سوف تتقبل هذا الإدماج مقتدى الصدر يتقبل إذا لا اعتراض عليه من المجتمع الدولي إذا ما عاد بصيغته القديمة الجديدة مع وجود طروحات لربما لحد الان هسه الامريكان يشكلون عليه يشكلون عليه من حقهم يشكلون إيه بالنتيجه ولكن أنا في المقابل هسه كمجتمع دولي او حلفاء الامريكان انا شلون راح امن بالسيد مقتدى الصدر من جديد هم اصلا ما زالوا يشكلون على حتى الحكومه في بعض جزئياتها صح ولا لا زين فهم يشكلون الاشكاليات اللي تطرحها المجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه متعدده ومتعقده يعني شيء اهون من شيء انه انا اروح اتعامل مع يبدو لي واحلل مو معلومه أنه الأمريكان أرادوا إعطاء فرصة قوية لمدرسة الإطار زين. أن تتسيد الحكم في العراق والحكومة طيب. لعلمهم لربما أن طبيعة الإطار والتشكيلة أنهم يستطيعون أن يحكموا على مستوى الحكومة مع وجود مشاكل لكن لن يستطيعوا أن يحكموا على مستوى إدارة الدولة وأبسط مثال بعد إيش طهم طهم لأنه حتى المجتمع العراقي بالمطلق خاف في 10-10 كان هناك توجس أو ريبة أو كذا أو ليس الجميع يتعاطف مع توجهات المدرسة الأغلبية وليس الجميع يتعاطف مع توجهات فلان وفلان بعد هذا الذي مس قوت العراقيين وما بعض الإشكالات الجوهرية في إدارة الدولة يعني هذا فخ اللي جاي يتحدث به هو فخ وهذا اللي يتحدث عنه نعم يعني المجتمع الدولي وقع في فخ المجتمع الدولي في فخ المجتمع الدولي المجتمع الدولي مع اختلافنا المصطلح عن المجتمع الدولي يعني أوقع الإطار في الفخ واستمرارهم بهذا النهج هو مزيد من الوقوع في الفخ لذلك كان يفترض في أول خطاب لرئيس الوزراء يقول ويؤكد في كل خطاب وحتى اجتماعات الإطار ترى احنا نؤكد ونركز على ضرورة انه عدم اهمال او اقصاء او الدعوة الى كل الاخرين لكن يبدو لي انه الإطار دعوة عشاء بالخطاب الاول اي ولكن الأول لم تجدد مؤسساتيا ثانيا قد يكون هناك بعض شو نسمي الدرجات الخاصة ما تحاشوا بها لكن هذا ليس بالمؤشر العميق يعني بالنتيجة ما دام الإطار وقع في فخ المجتمع الدولي أو المجتمع الدولي أوقع الإطار في أو فخ أصبح هناك تخادم مؤقت احنا بالنتيجة يعني أستفهم من كلامك انه السيد مقتدى الصدر فاهم اللعبه فهم اللعبه ولذلك فاهم انه المجتمع الدولي كان هناك ضواغط ولكن في نفس الوقت انسحب على هذا الاساس كان هناك قراءه انه الان وقتك مو بمعنى يعني الاشتراطات المتبادله انه الوقت هو ليس وقت مدرسته الاغلبيه يعني انت تتفق مع من يقول بانه السيد قفز من السفينه قبل الغرق هو مو قفز بس ترجل خلينا نقول من السفينه مو مفهوم القفز انه ينقذ نفسه ولكن ترك السفينه حتى لربما في مرة أخرى وأتحدث بموضوعي بأكاديمية يعني لا موضوعي السفينة مشت والإطار نجح وخلي السيد الصدر يبقى مع اعتكافه بالحنان أنا قاعد يراقب الوضع والإطار نجح وبيدا بتخفيض الدولار هذا اللي صاعد بالسياسة النقدية بالسياسة الدولية الخارجية الإقليمية العربية رجعوا للمحيط العربي كما تفضل الدكتور عبد الجبار ورتبوا كل الملفات على أساس بناء الدولة ونفس ما مرسوم هو إدارة الدولة سيد وين راح يروح وحتى إذا وين راح يروح من هاي المعادلة نجح الإطار حتى إذا آمنا جدلا بما تفضلت به طيب. أنه نعم أكون لك تحتسب للحكومة السوداني بعض النجاحات هم يعاد هذا وينعكس على أنه هذا النجاح سببه هو السيد مقتدى الصدر باعتبار الرقيب الآن شنو ليش خلاص أحكيك إياه الرقيب الآن يعني الحكومة قاعدة بالخضراء وعينها على الحنانة نعم لا يمكن أن تغادر قيد أنملة مزاج الحنان المزاج الوطني الذي أراده السيد لربما يقصد قانون الأمن الغذائي أيضا لا ها لربما يقصد قانون الأمن الغذائي مو بس قانون الأمن الغذائي حتى على مستوى الآن على مستوى يعني شوف الثاني يعني إذا نجحت أفضل عيوني على الحنانة أنت كإطار تنسيقي يا سيد نجحت بالدولة سبب نجاحك أفضل أباع الحنانة سبب نجاحك منو؟ أنا سبب من يذكر سبب النجاح أنا ما حد يذكر الصدر سبب نجاحه ما حد يذكرك لا ماكو ما حد يذكرك ولا حد يقول لك عم رحم الله والديك أستاذ هشام احنا اخذناها بذراعنا ماكو هيك بيوم اللي انت كنت مصر على مو بذراع استبعادنا نعم انا انطيتك اياها ما اخذها بذراعك ولا انتزعتها مني ولا هم راح اقول لك تقمصتها
انا انطيتك اياها وقلت لك خلاص احكم وانا راح اراقب وانت اشتغل وانا عندي ملاحظاتي. او بالاحرى انت تدري العراق منذ 1990 و 2003 حتى الان هنالك مجموعه مشاريع انطرحت بالعراق. زين. المشروع الاول بالتسعين مشروعا امريكيا خليجيا بالاطاحه بنظام صدام والمجيء بالمعارضه بطريقه امريكيه. زين. ما اتفقوا، تأجل هذا المشروع لأنه كان هنالك عملية فيتو إيراني على مشروع الانتفاضة الشعبانية، وبالنتيجة تفتت هذا المشروع. رجعت الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض مع صدام ضعيف في خيمة سفان وصولا إلى 2003. اجت ب 2003 جيء بمشروعا أمريكيا إيرانيا خليجيا، الكل اتفقت على الإطاحة بصدام إلا التيار الصدري الذي نأى بنفسه في زمن سيد محمد صادق الصدر في منبر الجمعة، كان يقول كلا أمريكا وكلا للشيطان وكلا للباطل، وكان يصف إلى الأطراف الثلاثة التي اتفقت مع الولايات المتحدة. اجى السيد مقتدى الصدر لا يمكن أن يخالف هذا المشروع. نعم مثل ما تفضلت، قانون إدارة الدولة ليس لنا فيه لا ناقة ولا جمل. مجلس الحكم كذلك، موقف المقاومة كان التيار الصدري مقاوم للأمريكان حتى هذه اللحظة. صحيح الأمريكان ما عندهم مزاج مع التيار الصدري لأنه التيار لا ينسجم مع أجندتهم، لكن الأمريكان يفقهون جيدا أنه هم مبدأ الديمقراطية يبنى على حساب الأغلبية الشعبية، والآن الشارع الشعبي على أرض الواقع مقتدى الصدر يمشغل مساحة جماهيرية أكثر من ذلك. استغرقتوا يا تيار صدري سنتين، يلا قدرتوا شوية تفككون من الدولة العميقة، تمام؟ على مدى السنتين اللي راحت قدرتوا تفككوها، هسه بنسبة 60-70-50 ما لي علاقة، بس قدرتوا. هسه من جديد صقور العملية السياسية رجعوا، بناء الدولة العميقة رجع، والله بدا ايش قدر احتاج لكم ويا هسه اللي نشوه من ناركم خائفين، نشوه من ناركم ذيك المرة زعامات الدولة العميقة خائفين، ليس كما كنت تتصور في السابق، لانه تعرف السيد مقتدى الصدر ضرب تعيينات جديدة، نعم. درجات خاصة جديدة، وين مستشارين جديدين، هاي كلها مجرد وكلاء مدراء عامين، مجرد اخبار سياسية، حتى اللي ما نعرف بيها شنو، ما اخبار سياسية. اطمنك هاي التعيينات لم يتمكن قل لي ايش قد السوداني ان يصرف دولار واحد ما لم تأتي موافقة من البنك الفيدرالي الأمريكي على صرف رواتب هؤلاء الذين ادعى أنهم تعينوا 10,000 و30,000 و40,000 و80,000 بالموازنة. الموازنة مصوت عليها، وين هي الموازنة؟ وينها؟ راح تصير أطمنك من الموازنة جزء من الأزمة السياسية التي ستلاحق حكومة السوداني. إيش قد استغرقتوا في تفتيت الدولة العميقة خلال سنتين الماضية؟ هذه المرة لم نستغرق إلا أيام المعدودات لتفتيت كل الفساد في العملية السياسية في العراق، وسيأتي مشروع محمد صادق الصدر بقيادة السيد صقور، هاي صقور مشروع عن وطني، هاي الصقور اللي عرفت لعبتكم. نعم عرفت لعبتكم، لكن هذه تيجي هسه انت بيوم الليله تفركش هاي اللعبه كلها. اجاوبك هذه الصقور التي تقولها انت وتعرفها انا والشعب يعرفها مجرد ارقام في قائمه الفساد، بمجرد الاشاره يتم اعتقالهم بليله وضحاها خلال 24 ساعه. عقوبات دولية قادمة إلى العراق. ذكرتني بالليلة السوداء. شلون؟ ذكرتني بالليلة السوداء اللي صارت قبل 30/8. هذا واقع، هذا واقع. يعني راح تتكرر هاي الليلة؟ هذا واقع. تتكرر هاي الليلة؟ أنا هسه ما راح أتنبأ لك وأقول لك ما تتنبأ لك المعلومات، معلومة ولا معلومة. أنا شيء ماني ما له علاقة. أشتغل تحليل، أنا فتاح الشيخ. أشتغل تحليل. أنا أقول لك أنه الآن المتسيدين منذ 2006 حتى الآن. إلى برنامج الحكومة وكرسي الحكومة هنالك ملفات ستفتح بإرادة دولية، ليس كما كان في السابق جيب صدام قاعدة بالمحكمة وحاكمة. أكو ملفات ستحاكم بها فلان وفلان وفلان، ربما يصل عددهم. سيد منين لها المعلومات؟ شنو؟ منين لها المعلومات؟ شنو العراق عايش بلا سيد؟ منين لها المعلومات الدولية؟ أو بداية بالفخ اللي تحدث فيه دكتور عبد الجبار، تتكلم انتهاء بالعقوبات الدولية اللي راح تجي. نعم منين لها المعلومات سيد؟ سيد مقتدى منين جاي تجي؟ سيد مقتدى أجاده وكل أبناء الحوزة العلمية يقولون أنه سيد مقتدى الصدر كان منذ طفولته وأذكى لاعب حتى في العمل في التكنولوجيا في الوقت اللي كان ما عنده أحد حاسوب. سيد مقتدى عنده حاسوب في العراق، فبالنتيجة ليس بسهل جدا، وبالمقابل ليس بظالم. خليفة مون الإطار، مقتدى الصدر لا يريد أن يظلم أحد بقدر ما أنتم ظلمتوا أنفسكم، فالآن الإصلاح قادم على رؤوس الفاسدين. ليش ما كملها؟ وبالنتيجة كملها، ظلمتم أنفسكم فذوقوا عذاب النار. ليش ما كملها؟ أنا ما أقول كل شيء وصف فيه. هنالك من ظلم نفسه وظلم شعبه وظلم شيعته. أنا اليوم بالنجف الأشرف أباوع، يعني من المخجل أنه
أنا أقول زعيم شيعي وأباه على مرقد أمير المؤمنين هذا الإمام العظيم الذي تنتمي إليه هاي الكتل باسم علي بن أبي طالب، وروح شوف النفايات، شوف الوساخة، شوف المخدرات، شوف 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 أشياء مخجلة مخجلة على مستوى شخصيات وشيوخ عشائر يؤشرون ذلك. مع احترامي للسيد المحافظ، مو مشكلته. طلعنا من الحلقة، طلعنا من الحلقة. ما طلعنا. أنا شكرا. مو أنت ليش تقول للعالم أنا حاكم شيعي وأنت مو كفو؟ حلو. احترم الشيعة. حلو. وانسحب وتحاسب بملفك وفي مالك والمشروع القادم مشروعا وطنيا إصلاحيا. شكرك، شكر جزيل سيد فتاح الشيخ السياسي العراقي، سياسي عراقي شنو؟ سياسي صدري. وكذلك السيد دكتور عبد الجبار احمد استاذ العلوم السياسيه، شكرا جزيلا لك. ومنضم معنا السيد ربيع السلام عضو حزب الديمقراطي الكردستاني. التقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه. الى اللقاء.